مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. إن فهم ومعرفة سمات الشخصية للآخرين يساعدنا على التعامل معهم، ولكل أحد منا هذه الصفات والسمات لها معنى ودلالة في شخصيتنا. ولذلك نحن نقدم لكم اليوم معنى وصفات اسم منيار. معنى اسم منيار: منيار اسم علم مؤنث ومذكر من أصل أعجمي، والمنيار هو طائر من أروع طيور غناء، وهو طائر نادر، لونه أخضر وله رقبة صفراء، ويقال أنه من طيور الجنة، يغرد مع طلوع الفجر أو عند غروب الشمس، واسمه العلمي باللغة العربية هو العندليب. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة رقيقة ومرهفة الأحاسيس، غيورة جدا وواضحة جدا في مشاعرها لمن حولها، تفتخر بكل ما تملكه وما تحققه في حياتها، تعشق الطبخ وتمضي معظم أوقاتها في المطبخ. صفات حامل هذا الاسم: إنسان حذر يحسب خطواته جيدا، ينجذب إليه كل من يراه من أول وهلة، كثير الخروج والترحال، لديه خصلة تجميع المال لكنه من النوع المنفق بشكل كبير. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم منيار؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.